يعطيكم العافية. اليوم رح نحضر معكم أشهى حلا سريع وبطريقة سهلة وسريعة، وإن شاء الله رح تنال إعجابكم. في البداية رح أضع في الطنجرة 4 أكواب حليب سائل، وراح أضيف 1/2 كوب نشا ونص كوب طحين و3/4 الكوب سكر وملعقة صغيرة فانيلا وملعقة كبيرة نسكافيه أو قهوة سريعة الذوبان، وراح أحركهم كتير منيح على البارد. وراح أضع الطنجرة على نار هادية حتى الغليان. أهم إشي أستمر بالتحريك مشان ما يحترق معي الحليب. لما يغلي معي الخليط راح أضع ملعقة كبيرة من الزبدة، وراح أستمر بالتحريك حتى يتكاثف مع الخليط. ولما غلي وصار كثيف راح أطفي النار تحته، وهون أنا بلبلت أكواب التقديم بالماي مثل ما أنتو شايفين، ورح أسكب فيهم الخليط الساخن بهذا الشكل. وهو الخليط ساخن رح أضع طبقة بسكوت بهذا الشكل. وبعد ما خلصت رح أترك الأكواب حتى تبرد، ورح أضعها بالثلاجة لمدة 2 ساعة. وهون بعد ما طلعتهم من الثلاجة رح أقلب أكواب التقديم بهذا الشكل وأضعهم في جوز الهند. رح أزين الحلا بالفستق الحلبي المبروش أو الناعم حسب إيش متوفر عندكم. زي ما انتو شايفين وصفة كتير سهلة وسريعة، بتمنى انكم تجربوها، وألف صحة وهنا.